100 صفحة هي الوثائق التي أفرجت عنها الخارجية الأمريكية والتي تتعلق بتحقيقات أوكرانيا. وبحسب الوثائق كان هناك حملة تشهير ضد سفيرة واشنطن إلى كييف المقالة بعلم البيت الأبيض، وكان هناك على الأقل اتصالان في أواخر آذار مارس الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي ومحامي ترامب الخاص رودي جولياني. الإفراج عن الوثائق أتى فقط لتغطية ما قاله وزير الخارجية الأمريكي بومبيو عندما قال أنه لم يكن له أي دخل، ولكنه اضطر أن يفصح أنه نعم كان له دخل بهذا الموضوع وكان هناك اتصالات. هذا سيساعد موقف الحزب الديمقراطي الذي يحقق بهذا الموضوع ويحقق بتجاوزات الرئيس ترامب. تؤكد الوثائق ما جاء على لسان بعض الشهود ومنهم سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، وهي أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية انخرطوا في جهود ترامب لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بأنشطة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هانتر. كانت مطالب جولياني ترتيب لقاء في البيت الأبيض للرئيس زيلينسكي. طلب جولياني أن تقوم أوكرانيا بإعلان تحقيقات في انتخابات 2016 وإيميلات المؤتمر الديمقراطي الوطني وشركة بوريزما. كان جولياني يعبر عن رغبات الرئيس الأمريكي، وعرفنا أن التحقيقات مهمة للرئيس. لكن هذا لا يعني وفق البعض أن يؤدي ذلك إلى عزل ترامب. الذي يستطيع محاكمة الرئيس الأمريكي هو مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ في ظل أن الأغلبية في مجلس الشيوخ هي للحزب الجمهوري لن يحاكم الرئيس، فمعنى ذلك ستموت القضية عندما تصل إلى مجلس الشيوخ. لم يستطع الكونغرس الحصول على الوثائق التي يريد من الخارجية الأمريكية في إطار تحقيقات أوكرانيا كما يريد، لكن استطاع مواطن يعمل مديرا تنفيذيا لأمريكان أوفرسايت عبر قانون حرية المعلومات الحصول عليها بحكم قضائي. الوثائق التي تكشف عن وجود اتصالات لا تكشف بالضرورة عن فحوى هذه الاتصالات، أي أن الطريقة لمعرفة ما حدث بالفعل في بدايته. ريما أبو حمدي، العربي، واشنطن.